برنامج خير وعلم هو برنامج نتطرق فيه إلى أهم وأبرز أفلام الخيال العلمي والأفلام التعليمية على مر السينما. لا يهمنا الترتيب، ولكن المهم أن نقوم بعرض الفيلم وبالتالي ربط هذه الأحداث وما ذكره المؤلفون مع الواقع الذي نعيشه، وكذلك بالحقائق العلمية المتاحة للعالم في وقتنا الراهن. نحن هنا نحاول أن نقوم بعرض الأفكار العلمية وكذلك عرض أفلام الخيال العلمي، ونحاول جاهدين أن نقوم بعملية ربط تلك الأفكار وبالتالي رؤية الأفلام بمنظور آخر وبمنظور تشويقي مع جزء من التفكير. نحن هنا اليوم نعرض لكم أبرز أفلام الخيال العلمي وأيضا المسلسلات، وبالتالي الخروج بفائدة ماذا لو تحققت تلك الأفلام أو لو تصدقت تلك الروايات. ولاحظنا الكثير من ما يشير ويقول أن هذه الروايات قد تحققت، خاصة بعد انتشار جائحة كوفيد-19 أو كورونا، والتي تسببت بالكثير والكثير من الرعب للبشر، خاصة أن هناك بعض أفلام الخيال العلمي التي تطرقت إلى ماذا لو ظهر فيروس يمكن أن يؤدي إلى إصابة الكثير من البشر وبالتالي تهديد مستقبل الجنس البشري على كوكب الأرض. تابعونا. سنتحدث فيها عن أحد أبرز أفلام الخيال العلمي 2020 وهو فيلم روسي. الفيلم اليوم هو Invasion غزو أو الجذب، وهو فيلم من إنتاج روسيا شركة Art Production Studio لعام 2020، وهو تتابع للسلسلة السابقة أنتجت في عام 2007. قصة الفيلم، تدور أحداث قصة الفيلم حول جوليا الفتاة التي تم إنقاذها من الموت المحقق بتقنيات خارج الأرض، وبالتالي فإن هذه الفتاة تمتلك قدرات خارقة جدا. هذه القدرات تمكنها من اجتذاب الناس على مستوى كوكب الأرض، وبالتالي فإنها أجريت الكثير من التجارب على تلك الفتاة، وخاصة تلك التجارب التي أجريت في معاهد سرية لوزارة الدفاع الروسية، والتي كانت جوليا ليس فقط خطر على كوكب الأرض ولكن أيضا خطر على الحضارات خارج كوكب الأرض، في كونها تستطيع أن تقوم بجذب الكائنات الفضائية وبالتالي قد تكون مسببة لغزو ودمار كوكب الأرض وبالتالي فناء الإنسان والبشر على هذا الكوكب. وبالتالي فإن جوليا كانت مصدر قلق للكثير والكثير من الأحداث، خاصة بعد أن امتلكت تقنيات وقدرات خارقة جدا. من الصعب على البشر أن يمتلكوا تلك القدرات الخارقة لجوليا. من الجانب العلمي، فالفيلم أو الكاتب حاول أن يبسط لنا فكرة ماذا لو كان هناك أشخاص يستطيعون أن يقوموا بجذب أشخاص آخرين أو بجذب كائنات فضائية إلى كوكب الأرض بقدراتهم الخارقة، وهو ما يمكن أن ندعيه قانون الاتصال والتواصل. ولكن من الجانب الآخر، فهناك قوانين الجذب التي نفاها الفيزيائيون وأكدوا أنها قوانين ليس لها أساس من الصحة ولا الواقع، ولكن نجد الكثير من يروج إلى تلك النظريات، وخاصة من يدعون نفسهم المدربين علم النفس أو مدربين التنمية البشرية، الذين نلاحظ أنهم يظهروا بشكل كبير جدا ويقوموا بأوهام الناس بأنهم يستطيعون بأن يقوموا بجذب الأشياء الإيجابية إليهم، وخاصة المال وأيضا السلطة وغيرها من الأشياء التي لا يمكن أن يكون الإنسان قادر على جذبها
فقط بالقعود والتفكير فيها، ولكن إذا أراد الإنسان الشيء أن يأتي إليه يجب عليه أن يتكل على الله أولا وأخيرا، وثانيا يجب عليه أن يقوم بعمل ذلك الشيء حتى يستطيع أن يصل إليه. فليس من الواقع وليس من المقبول أن نقول أن شخصا ما سيمتلك مليون دولار وهو قاعد مكانه فقط يفكر بملايين الدولارات وشاهد على الفيديوهات على اليوتيوب فقط لأنه أنه ركز على هذه المبالغ الضخمة، وبالتالي ستقوم هذه المبالغ بالإتيان إليه من دون أي مجهود يذكر. وبالتالي فإنه ما يسمى مدربين التنمية البشرية هم فقط يضحكون على الناس البسطاء، ولو كانوا هم قادرين على جذب الأموال لماذا لم يجذبوها لأنفسهم وينتظروا من الناس أن يقوموا بشراء تلك الكتب التي يقوموا بعملها وكذلك الفيديوهات التي يحاولوا أن يقوموا بترويجها لكي يعتاشوا عليها. وبالتالي فإن قانون الجذب لا أساس له من الصحة وليس موجود، ولكن قد يكون موجود بمنظور آخر. فنلاحظ أنه بمنظور آخر نقول الأشخاص الإيجابيين ممكن أن يجذبوا أشخاص إيجابيين، والأشخاص السلبيين ممكن أن يجذبوا أشخاص سلبيين، ولكن ليس بهذا المعنى. فنلاحظ أن الأشخاص الذين هم دائما متفائلين متكين على الله عز وجل ومبتسمين دائما فإن جهازهم المناعي يكون قوي ضد الأمراض ويكونوا أشخاص سعداء، وأيضا أشخاص لديهم أيضا ما يجذبوه للناس وخاصة الابتسامة التي قد تكون هي سببا في سعادة الآخرين. والأشخاص السلبيين الذين دائما هم سلبيين ومتشائمين قد يكون ذلك مؤثر على الجهاز المناعي لديهم وبالتالي ممكن أن يؤثر على أيضا صحتهم. ونلاحظ أن هناك تجارب أجريت على ما يسمى العلاج بالإرادة خاصة لمرضى السرطان، وهذه الأبحاث أجريت في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول وأثبتت نجاحها في الأشخاص الذين حاولوا أن يتعايشوا مع مرض السرطان وأن يكونوا متفائلين دوما، وبالتالي فإن المرض اختفى بعد فترة من هذا أو من الإصابة، أو أشخاص عاشوا لفترات أطول من الفترة المتوقعة أن يعيشوا فيها. ولكن فهم قانون الجذب بتلك الطريقة الأخرى التي يروج لها ما يسمى المدربين للتنمية البشرية هي طريقة خطأ جدا وطريقة طبعا فيها الكثير من التزييف والكذب. فبالتالي الشخص إذا أراد الشيء فإنه يجب عليه أن يسعى نحو شيء ذلك وليس فقط الاكتفاء بالتركيز عليه دون أن يذهب إليه. فنلاحظ أن الأشخاص الذين ذكرناهم سابقا في التجارب التي أجريت في أمراض الإرادة أنهم أصيبوا بالسرطان ولكن مارسوا حياتهم اليومية وكانوا أشخاص سعداء وتناسوا المرض حتى استطاع جهاز المناعي أن يتخلص من المرض أو أن يكون مقاوم للمرض فترة طويلة. ولكن لو أتينا في الجانب الآخر وقلنا أن الشخص المصاب بمرض السرطان وعليه أن يكون سعيد وأن يحاول أن يجذب الأشياء الإيجابية إليه وأنه سيتباءى وأنه سيتشافى وهو قاعد مثل ما هو، فهذا شيء غير منطقي وغير واقعي. وبالتالي فإن الجذب معناه بمعنى آخر تماما عن المعنى الذي يحاول ما يسمى المدربين التنمية البشرية أو بعض المدربين التنمية البشرية من الترويج إليه، وبالتالي فإنه لا أساس لهم من الصحة فيما ذكرنا سابقا. وكما أشرت فإن هناك علماء من الفيزياء وطحضوا نظرية ما يسمى قانون الجذب وأنها مماثلة لما يسمى الجاذبية الأرضية. أخيرا نتمنى أن يعيش الجميع في أمن وسلام وأن تنتهي الحروب من جميع أقطار العالم، أن يصبح الإنسان متعايش مع أخوه الإنسان وأن تنتهي الخلافات والصراعات وكذلك الأحقاد بين الجميع وأن نعيش في أمن وسلام. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.